اهلا بحضراتكم من جديد. كنت بسال الكابتن فتحي مبروك، ما شاء الله يعني تاريخ كبير مع منتخب مصر الاول، سواء في كاس عالم 90 مع كابتن جوهري ولا 98. ليه كابتن فتحي مبروك يعني اتحاد الكره ما استغلوش واستفاد منه انه يكون مدير فني لمنتخب اولمبي، منتخب شباب، منتخب ناشئين بالخبرات الكبيره دي يا كابتن فتحي؟ لا انا اتكلم بواقعيه، ما حدش يزعل مني، انا بتكلم بحب اتكلم بواقعيه. طبعا احنا يمكن بعد ما سيبنا المنتخب حصل ظروف كتير قوي وبعدنا ورجعنا تاني وهذه الامور، ومحدش سأل بقى بعد كده. المساله يا كابتن اسامه، المساله علاقات. يعني خلينا بنتكلم بواقعيه، لدرجه ان مره احد جه في اتحاد الكوره بيقول لي انت فين من المنتخبات؟ قلت له والله السي في بتاعتي غالبا ضاعت من اتحاد الكوره. مع ان خساره والله. السي في غالبا ضاعت من اتحاد الكوره، ضحك هو نفسه ضحك. فطبعا الامور برضه بترتبط بعلاقات، الامور بترتبط النهارده انت فين من الناس المسؤولين في اتحاد الكوره، هو اللي بيحط الشكل وبيحط الفرقه وبيحط كل ما تتخيله من اجهزه فنيه على مستوى المنتخبات يعني. فالحمد لله، الحمد لله قوي كده يعني، الحمد لله. لكن مع النادي الاهلي ما شاء الله كابتن فتحي مبروك جه في ظروف صعبه 2003 و2013. 2003 حقق بطوله كاس مصر و2013 بطوله الدوري. وانت كنت معايا 2003. 2003 طبعا كانت بطوله صعبه جدا، وكان توقيتها في الظروف صعبه جدا، ما كانش عندنا لعيبه. ما كانش عندنا لعيبه والله فعلا، كان لسه النادي الاهلي بيمر بفتره احلال وتجديد ما كانش فيه لعيبه. لا وكان برضو الامور كانت صعبه جدا، وخسرنا بطوله الدوري، ويمكن كنا بنشتغل على الجانب المعنوي لو تفتكر. ان احنا برضو لازم معنويا. البطوله الاصعب يا كابتن فتحي كانت الكاس ولا كان 2013 بطوله الدوري؟ الاثنين كانوا صعبين قوي، الاثنين كل، لان كنت جاي في ظروف صعبه. يعني ما تقدرش تقول ان انت جاي مثلا شهرين ثلاثه تشتغل مع الفرقه، انت بتتحط في بطوله خلاص دي اسبوع 10 ايام وتخلص البطوله اسبوعين بالكتير قوي. فطبعا بطوله كاس مصر يمكن زي ما قلت لك كانت بطوله صعبه، يعني مطالب كجهاز فني ومطالب كلاعيبه ان انت تعوض بطوله الدوري اللي خسرتها ببطوله كاس مصر. ودي جانب معنوي، كنت جانب نفسي بشتغل مع اللعيبه كويس قوي، زائد بقى حته الروح القتاليه العاليه جدا اللي تمس بيها اللعيبه في هذه الفتره. وانت حضرتك كنت منهم يا كابتن اسامه. كان كابتن محمود الخطيب كمان مشرف على الكوره وقتها، كابتن الخطيب مشرف على الكوره. ايوه، وهو اللي اتصل بيا على فكره، والكابتن حسن ساعتها. هم اللي بلغوك، هم اللي بلغوني انت فين. قلت لهم في البيت، قالوا تعالى عايزينك، ورحت وقالوا لي يعني هتمسك الفرقه لفتره مؤقته. ودي بحترمها على طول، ان يقول لي فتره مؤقته بحترمها على طول يعني. علشان كده في المقدمه في بدايه حواري قلت يعني واحد من ابناء الاهلي المخلصين. الحمد لله. فتحي مبروك على مدار تاريخه في النادي الاهلي.